اهلا وسهلا فيكم في قناة اي اند واي جيمز. انا اسماء الشخصيات مستوحاة من تعليقاتكم. ناقصك الشوكولاتة، انا كتير بحب الحلويات. لارا يلا بسرعة الدرس، بس ما لحقت اكل. شو نعمل، المديرة قللت وقت الفسحة كتير. خلاص رح اسمح لك تكملي اكلك في الصف، يلا لازم نروح على الحصة. طيب شكرا يا مس. هاي المس كتير طيبة، مديرة مدرستنا ما بعرف شو مالها، كل شوي بس بدها ايانا ندرس، ما بتخلينا نعمل اشي. يلا بسرعة. حاضر. يلا اقعدي مكانك، خلصي اكلك وبعدين ركزي على الدرس. اوكي عادي، انا بقدر اركز واكل. طيب رح ابدأ الدرس. خلصت الشوكولاتة، خليني اشتري بيبسية من شنطتي. هشربها. يلا 1+2. 1+2 يساوي 3. رائعة، عبقرية. على فكرة هذا السؤال اي حمار بعرفه، بس اوكي شكرا على التشجيع. كتير البيبسي زاكي. واو هلا بس اخلص. شو هاد عم تاكلي في الحصة؟ يا حضرة المديرة انا سمحت لها لانه الوقت ما كفاها انها تاكل. بس انا حكيت انه في انضباط، بعدين انت شايفة شو عم تاكل وتشرب؟ عم تاكل حلويات وبيبسي واشياء مضرة، وانا هاي الاشياء كلها ممنوعة في مدرستي. بس احنا بنحب هاي الاشياء وما بتحط لي اياها بالشنطة وبتسمح لي اكلها. انتي امك ما قالت لك عن اضرار الحلويات؟ يعني ما رح نموت لو اكلنا حلويات، بعدين انا بفرش اسناني. انتي امك قالت لك انه الاطفال اللي زيك بيضلوا ياكلوا حلويات كل يوم وعلى اللانش تاعهم بتحولوا لسلايم؟ سلايم؟ لا سلايم اللي بنلعب فيه؟ سلايم. ضلي كلي حلويات ورح تتحولي لسلايم، وحتخسري ايديكي ورجليكي وحيصير شكلك مثل الجلي. يلا كملوا الدرس. ايش بتحكي؟ يا مس سمعتي المديرة قالت انه اللي بياكل حلويات بتحول لسلايم. خلص انسي، يلا جاوبي السؤال اللي على السبورة. ايش هاد صعب؟ شو؟ ليش هيك صار صعب؟ 154 صح؟ لا غلط، يا الله لا لازم احسب على ايدي ورجلي. 153 صح الجواب يا مس؟ ايش السلايم؟ معقول المديرة هي شكلها متخلفة؟ اكيد لا. ممتاز احسنتي. مس انا امي قالت لي رح تتأخر اليوم فرح اطلع استناها فوق. لا كيف تضلي تستني كل هذا بالمدرسة لحالك؟ خلاص انا رح اخدك معاي على البيت وامك بتستلمك من هناك. عن جد يا مس حتاخديني معاكي على البيت؟ تعالي ومنه بتاكلي كمان. شكرا يا مس انتي كتير طيبة. وانتي كتير ذكية وانا بحب الاطفال الاذكياء اللي زيك. يلا خلينا نروح على البيت. اوكي وين بيتك مس؟ واو ليش مديرة المدرسة هيك واقفة؟ سلايم. ايش؟ يلا تعالي. مالها؟ يما كتير بتخوف مديرة مدرستنا، مرات بحسها مش طبيعية. مس شفتي المديرة كيف بتحكي سلايم؟ خلص انسي مش مهم، هي بس بتحب النظام الصحي وبتحاول تخوف الاطفال. يعني مو حقيقي اللي بتقوله؟ يعني اكيد مو حقيقي، بس بلكي هي مشعوذة او ساحرة وبتسحر الاطفال اللي ما بسمعوا الكلام. لا تخافي، هي بس هيك زي غرفة الفيران والاشياء اللي بيقولوا لها وعو وهالاشياء بيقولوها للولاد الصغار. بس انتي بنت ذكية واكيد ما رح تخافي من هذا الهبل. صح بس ما بعرف ليش. خلص فعلا معك حق، هذا هو بيتي. واو شكله كبير. يلا تعالي. اوكي واو بيت المس كتير فخم، شكلها كتير حباني، معقول تتبناني؟ تعالي يلا خليني اجهز لك اكل. شكرا انا نفسي اكل حلويات. عادي كلي حلويات زي ما بدك ولا تردي على هاي المديرة. كتير زاكية الحلويات، انا كتير بحب الشوكولاتة، انت احسن مس. واو هشرب هلا البيبسي تاعي. فعلا شو هذا الغباء، شو سلايم؟ مستحيل انسان يتحول لسلايم. حسالي لسانة مس بدي انام. لارا بتعرفي اني زيك لما اروح من الشغل بتغدى كاندي ياي ودونات. واو انتي كتير رائعة، وكمان شعر بنات ياي مس، انا ما تخيلت انه في حدا كبير ومسلي مثلك. طبعا
عادي، وهيني ما تحولت لسلايم، بس طلع لي كرش شوي وصورة ناصحة، بس عادي، بس ما رح تتحولي لسلايم، يعني يمكن تصيري دبدوبة. عادي دبدوبة عادي. أنا نعست، شكرا يا بس. يلا يا حبيبتي تصبحي على خير. تصبحي على خير. هاي المس كتير لطيفة. شو هاد؟ لا مش معقول، مستحيل. أنا تحولت، تحولت لسلايم. بس كيف؟ يمكن لأني ضليت أكل تحت وطول الوقت عم باكل شوكولاتات. يا ربي كيف أرجع عادي؟ شو هاد؟ بقدر أدخل السيخ براسي وما بموت؟ واو، كأن الواحد يكون سلايم مو كتير بدايق. أنا أحس إنه كائن لطيف. بس وين ماما؟ كيف أرجع على بيتي؟ المشكلة إنه أمي كتير بتكره السلايم، وكانت حتى تمنعني إني ألعب فيه في البيت لأنه بلزق على الكنبايات والملابس، وخايفة تكبني في الزبالة. أنا أمي لما كان بسلايم في الزبالة، لازم ألاقي حل آخر، أنا ما بدي أضل سلايم طول حياتي. واو، بقدر أتحول لكورة. واو، ما قادرة أصدق، ياي وباكل سلايمات زيي. لازم أتحول لمربع، ياي شكلي كتير كيوت، بس هسا أحلى إشي الكرة، وبقدر هيك أنزلق وأنا مربع صغير. الحياة كسلايم كتير حلوة وما فيها هموم ولا مدرسة ولا أي إشي. شكلي بدي أضل سلايم للأبد لأنه خلاص هيك كتير أريح. واو، بدي هلا أنط، أنا خايفة. الحمد لله ما وقعت. شو هاد شواكيش؟ أوف يما، الشواكيش أعداء السلايم؟ ما بعرف، ما جربت اخبط سلايم بشاكوش. اذا رجعت انسانة رح اجرب اجيب شاكوش واخبط السلايم، بس بحس السلايم بلزع على كل اشي ولا اشي يعني رح يضايقه. شو هاد هون؟ هذا سلايم زيي على الارض، وهلا رح اتسلق على هذا الاشي. هيني رجعت على شكل السلايم الشبح. انا حاسة انه هذا الشكل شكل الشبح وفي مربع وكرة. ما توقعت النطة. وهلا لازم اتحول لكرة، بس انا حاسه شكل الشبح الطف، بس خلص رح اتحول. عم باكل سلايمات زيي، بس ما في حلويات. عادي مش مشكله، ما انا عملت لعلي وتحولت لسلايم، وهلا بدي اكون كره كمان مره. هلا رح ارجع على الشبح السلايمي. الشبح السلايمي كتير كيوت، يا ريت لو بخلونا نحط على حالنا الوان وهاي الاشياء. ليش رجعت هون انا؟ الاشياء اللي بنلون فيها السلايم، انا السلايم تاعي كتير بحط عليه اشياء، وهدول جليتر والوان. ايش هاد؟ استني، انتي ايش بتعملي جوا السلايم؟ بقدر امسكها وعادي، ما بتاثر ولا بتضايق ولا هي بتضايق، كانه السلايم والكاكاية هاي اصدقاء. وهلا رح اطير واحلق. انا خايفة. شو هاد؟ شوكو سكتين؟ معقول في ناس باكلوا السلايم؟ يعني هيك من هدول البيبيات اللي بكروش، بحتاسوا باكلوا كل اشي، الشماش بالجنادر كل اشي. ليش؟ خلاص خليني هيك على السلايم الشبحي احسن. don't get sliced، ما اتقطع. ايش عم يقطعني؟ انا سلايم، ما حاسه انه في اي اشي رح يقطعني. في سكينة كبيرة. فكرة حلوة كمان تقطيع السلايم بالسكين، برضو من الأشياء اللي حجربها بعد الشاكوش. هذا إذا رجعت إنسانة أصلا، خليني ما أعمل أشياء شريرة. شو هاد؟ لا مش لهالدرجة، مش لدرجة إنه فروم السلايم بهذا الإشي اللي ما بعرف وين بتلاقيه. أنا خايفة كتير، الحمد لله هربت منها. هاي برجرات، أنا كتير بحب أنطنط على البرجر، صار جاي عبالي أكل برجر. خليني أنط عليهم، يا ربي نفسي أروح على البيت، أنا اشتقت إني أرجع أكل هاي السلايم، بس باكل أكل سلايم، أنا مش مستمتعة إني سلايم، خلاص بدي أروح، كيف أطلع من هذا المكان؟ طب أنا كيف أصلا حرجع إنسانة؟ يمكن لو أكلت أكل صحي ببطل سلايم؟ ما بعرف إلا ما ألاقي طريقة، أو أحط حالي مي؟ لو حطينا سلايم مي شو بصير؟ يمكن أموت للأبد؟ مش عارفة، بس أنا بس عم باكل سلايم من أول ما إجيت، ضايق أتحول لكرة. أخيرا، وبعدين حياة السلايم معرضة للخطر، ياي في سلايم تاني معي. واو كيف أنت كتير سريع؟ أنا يا دوب عارفة أطلع، كيف أنت سريع؟ ليش أنا سلحفاة وأنت سريع؟ غريب كيف هاد السلايم سريع؟ خليني أضل أطلع إلا ما ألاقي مخرج من هون. وشو
كرة زيك حسا غباء شوي، مش عارفة ايش، ولا خلاص خليني زي ما انا، ما مش مقتنعة. سكينة لا، وبعدين معاكم خلاص، ليش يعني مقررين انكم تموتوني؟ هو السلايم لانه ملمسه مستفز، فالواحد بحب يعمل فيه اشياء غريبة، يعني هيك يرميه على حيطة، هيك يجرب كل اشي، يحط جوا العاب. قولوا لي ايش اكتر اشي غريبة بحياتكم عملتوه بالسلايم؟ انا بحس اكتر اشي سيء ممكن يصير بالسلايم حدا يحط سلايم على شعرك، خلاص انتهيت لازم تقص شعرك. ما مش قادرة اتخيل الوجع والقرف، سلايم على شعري. بس انا اذا بدي انتقم من مديرة المدرسة اروح عليها، لاني حاسة انه هي اللي حولتني لسلايم، واعلق في كشتها، وهيك هي رح تتعلم تحكي مرة تانية سلايم. لا لا انا كرة، لا لا ما بدها كرة ابدا. الدحرج، هي قلت لك ما بدها كرة، الدحرج باللعبة. ما هو اخيرا قربت قربت، انا حاسة اني خلاص قربت. اشهد اشهد اشهد. الحمد لله. اوكي خليني اطلع فوق، لازم اصير مربع. طيب تعبت كثير، ما عم برتاح ابدا. شو هاد؟ لا مش لدرجة انا ابنة حقيقيات، بس هم شكلهم كيوت. انا ما بشبهكم ابدا، انا السلايم مش معاكم، ما بعرف ليه بضلوا تطلعوا ليكم. ايش هاد اللعبة؟ قلبة ماينكرافت؟ انت مربع ماينكرافت بدك تدعس علي؟ ارجوك لا. كمان مربعات ماينكرافت فوق اللافا، هم هدول مربعات ماينكرافت ولا انا عم بتغابى؟ مش عارفة. شو هاد؟ لا يا ربي ليش عم بموت؟ لازم اتحول لمربع. طيب بس انا حاسة ان المربع صعب، خليني احاول. دخلت جوا اشي، فكرت رح امشي. شو هاد؟ كتير كنز، بس ما بعرف لشو هذا الكنز، لازم اتحول لمربع كمان مرة. انا مش عارفة المربع، ما بحس اكون سلايم الشبح لما اشياء تخبطني احسن. في اشي هون، اشي بشكله بكرم، ما بعرف ايش اكون، ارجع شبح، خليني ارجع شبح احسن. اوكي الحمد لله. واخيرا خلصت، وهلا رح اتحول لكرة. طيب كرة، الحمد لله ما في اشي خبطني، كأنه في شاكوش ضخم فوق راسي. اعمل حالي مش شايفة. لا ما بزبط، اعمل حالي مش شايفة، بخبطني على راسي، لازم ازيح. اوكي الحمد لله. وهلا شو؟ في اشي كرة ولا بالونة؟ انتي اشي احمر اللي بده يموتني. خلصت. انا حاسة اني قربت اوصل للمخرج، بس انا مش عارفة الا ما اخرج واقابل العالم وانا سلايم، وامي تحاول ترميني. لازم اتحول لمربع، هذا اكثر شكل بكرهه، صرت المربع. اوكي الكرة لطيفة. واخيرا شو هاي البوابة؟ هاي البوابة اللي بتنقلني على عالم البشر؟ طيب خليني اروح. بسم الله الرحمن الرحيم، انا رح اروح اواجه العالم بحالتي السلايمية الجديدة وما رح اخاف. لا في المي، تاتي ما بتوقف في المي، انا ما بعرف ايش بصير بالسلايم لو وقف في المي. شو اعمل شو اعمل؟ يرمى اوقف في المي، ليش حسيني رح انزل في المي؟ ايش هاد؟ ليش الدنيا تالش كمان؟ شو هذا الحظ؟ كويس، ما بعرف ليه تخيلت انه رح يصير لي اشي غريب. شو هاد؟ انتو ايش؟ انتو كمان تحولتوا لاشي؟ انت شو بتاكل عشان هيك يصير فيك؟ انا كنت اكل حلويات. ماما ماما انا كتير متحمسة احكي لماما اني انا صرت سلايم. ماما يا ماما انا اجيت عالبيت. ماما ماما عندي مفاجأة. شو هاد؟ يا ربي شو هاد؟ ماما انا لارا. ماما انا بنتك. يا الله، هاي اكيد سلايم شريعة لارا وعم بتكلم كمان وبتحرك، لازم اتخلص منه. يا الله منك يا لارا. ماما شو هاد؟ لا تكنسيني، انا بنتك ارجوكي لا تكنسيني. يربي لازم اهرب منها، لازم اهرب. روح اتخبى، روح اتخبى بسرعة، هتخبى ورا هاي الشجرة اللي لونها اخضر زيي، انا مش مبينة بالمرة. وينه السلايم المقزز؟ اذا في اشي بحياتي بكرهه فهو السلايم. يا رب ما تشوفني، يا رب ما تشوفني. وينه؟ حكنسه بسرعة. لا لا ارجوكي لا تكنسيني، لا تكنسيني ماما. لا
تعالي عشان تاكلي. انت لسه بتاكلي؟ انا نمت وصحيت ولساتك بتاكلي. طبعا، يلا خليني اعطيكي اكل عشان تتغذي. بس هيك كتير يعني، ما بعرف. شو لسه خايفة من موضوع السلايم؟ لا بس انه كتير يعني. لا مو كتير. شو هاد؟ يلا كلي. لا انا مش قادرة اكل كل هاد. خلص يا مس، انا هروح البيت لحالي، انا بعرف وين بيتي. ما رح اضل استنى ماما. خلص، باي باي، بشوفك بالمدرسة. طيب مثل ما بدك. اوكي شكرا كتير. يا الله هاي المس كتير مرعبة. الحمد لله اني رح اروح. يا ربي الباب افتح. اوكي افتح يا باب. يا مس افتحي لي الباب، بدي اطلع. اوكي الحمد لله. الحمد لله. انا بدأت احس انه المس هاي مش طبيعية، زيها زي مديرة المدرسة. واخيرا رح اروح على بيتي وخلاص. انا من يوم طالع رح اصير اكل اكلات صحية. انا حاسة انه كترة الاكل بتخلي الواحد يحلم كوابيس.